خويا نسينا تفاجئنا من نقرا عاد بالي معنا تراه باللي راه ربما قلت بالك راه غدوه يقرا خويا نورمالمون اليوم يقرا ايوا ومن بعد هي قال لي راه بالك ما يقروناش جايتين حنا مناش رانا حابين المدرسه باه تسكر حنا دوله توفر التعقيم وتوفر الوقايه وكذا ووليداتنا يقراو والمدرسه لان رانا عندنا هنا في ثلاث شهور هنا سبتمبر اكتوبر نوفمبر رانا الفصل الاول راح بالنسبه لهذه الحاله اللي راهي ظهرت مؤخرا على مستوى مؤسسه قرميطي رانا ننتظروا في التحاليل وبالنسبه للمؤسسه راهي من المفروض راهي كاينه مراسله من عند طرف الوالي المفروض باش تغلق المؤسسه هذه من لو صعيدا ماهيش من مصالحهم هذه حنا راك عارف راهم ضاعوا راهم في 7 أشهر وقيلا ولا 8 من اللي بدات الكورونا هذه فهمت كاينه ذل راه يعني هكذا ماذا بينا يديروا يعني تعقيمات وحوايج امور يعني صحيه وتقرا التلاميذ يعني عادي اخبار اليوم جاو ذراري الصباح هكذا وعاودوا رجعوهم قال انا نشوفوا يعني في الامر هذا الا قالوا نسكروا الا قالوا تفتح هذه الاستاذه كما يقال عنها بعض الناس انها احتملت الفيروس من طرف امها ثم كانت راك عارف جد الوقايه والحمد لله كانت الدوله في حسن الاصغاء لهذا المدير.